بس قبل ما شو اسمه، يعني أرجو أنا أسميكم طبعا أخت وأخت، يعني لا سعادة ولا صاحب السعادة، فسموني الأخ الرئيس بدل يعني صاحب المعالي وغيره. خلنا نكون شوية نرفع مثل ما يقولون، يعني إن تكون علاقاتنا أخوية، فأفضل أنا يعني تخاطبوني باسم الأخ الرئيس بدل معالي الرئيس. وعلى كل شكرا لكم على حسن العلاقة الطيبة إن شاء الله اللي بيننا، ونرجو إن شاء الله أن نكون عند أحسن ظن صاحب الجلالة وعند ثقته إن شاء الله فيكم، وهذا المجلس هو مجلس صاحب الجلالة. فشكرا لكم على كل ما تبذلونه من جهد. وتفضلي الأخت الأمين العام.